من فريق نجم رياضي شوربه الى فريق خميس خنشلة، هما فريقين كذلك يتلاقاو في اغلب الاحيان في النهائي ومتمكنين يعني في الحركات. نعرفوا ان كلا يعني الفريقين عندهم مدربين من المستوى العالي، كانوا في المنتخب الوطني وابطال عالميين. اذكر على سبيل المثال فريق خميس خنشلة اللي متكون من ربيع صالح، زيدي حمزه، كنتولي محمد، وحليم خيرسين. اذا ابطال او ممارسي هذه الرياضه، تلاميذ ابطال العالم اللي هما قندوزي رضوان وقندوزي صابر. الشيء الجميل اللي نشوفه ان يعني الاستمراريه في التمرينات او في ممارسه الفوفينام فيت فوداو، حتى الاختصاص هذا ضربات المقاسيه اصبحت الجزائريين متمكنين على مستوى يعني الدولي وحتى المستوى العالمي. نشوفوا اذا اداء الاختصاص زهرة من طرف هذا الرباعي. اذا الخاصية اللي تميز هذا الرباعي انه كلهم ذوي مستوى عالي، كلهم من ذوي الأحزمة الصفراء، على عكس الثنائي اللي كان قبل اللي كان فيه تنوع بين الحزام الأصفر والحزام الأزرق. اذا الفرص ربما متاحة اكثر لهذا الرباعي، إلى أنه الأداء هو اللي يفرض نفسه، الأداء والتحضير لهذا النهائي. في اختصاص حتكون صعب جدا بالنسبة للحكام عندما تكون مجموعتين من مستوى عالي، يعني حتى في الأداء الجميل اللي نشوفوه، الاستعراض الجميل في تأدية هذه الحركة، خاصة الضربات المقاسية اللي تعتبر من مميزات هذه الرياضة. نعم زهرة، نذكر فقط لأنه هذا الرباعي فيه غياب الرياضي ربيع صالح، وهو اللي كان يكمل التشكيلة وتم تعويضه في هذا الثنائي في هذا الرباعي بالرياضي رياضي آخر. إذا مهني مهدي إذا هو اللي حل محل الرياضي ربيع صالح بعد إصابته في التصفيات. إذا نشوف أنه إذا كان تغيير أي عضو أو أي عنصر من العناصر اللي كان تم تكيف معها وتكيف العمل اللي يكون متكيف معها، اذا يسبب نوع من الاختلال. اذا نشوف تأدية الحركة الضربة المقاسية رقم 12 من طرف الرياضي حليم خردين، وفيه بطء كبير بالمقارنة بالثنائي الاول. نشوف ايضا هذا السقوط الخطير نوعا ما للخصم، هذا ايضا يؤثر على تنقيط او يؤثر على النقطه اللي تمنح، لانه زهره كل هي 16 ضربه مقاسيه، وكل ضربه مقاسيه تنقط على حده، ثم يتم جمع هؤلاء يتم جمع النقاط بالاضافه الى الجانب الجمالي والسرعه والدقه لتنفيذ الحركات. اذن رفيق، اذا تكلمنا على السرعه والدقه، نعم لا يعني لا نقاش فيها، ولكن السرعه من ممكن ان المصارع يؤدي الحركه ولكن فيه نوع من التباطؤ في تاديه الحركه، هل فيه هنايا يعني جانب الوقت؟ نعم هل اكيد الوقت هو مش محددين بالوقت، ولكن البطء وتباطؤ الفريق فوق البساط يؤدي الى انقاص عدد النقاط، خاصه في الجانب الجمالي، لانه 16 حركه مقاسيه تنقط على 80 نقطه، فيما يتم اعطاء ال 20 نقطه الباقيه لكل من الدقه والسرعه والجانب الجمالي، اذا صح التعبير، الجانب الجمالي للحركه. هنا نشوف انه هذا الفريق كان فيه عده اخطاء ارتكبت فوق البساط، فيه سقوط خطير للخصم، فيه ايضا عدم المسك الجيد من طرف الرياضي زا حليمي خير الدين، فيه نوع من الاخطاء ربما تكون في صالح الثنائي اللي كان سبق. نعم. اذا اكيد ربما النقاط راح تكون لصالح الثنائي او الرباعي من نجم رياضي الشراربه، بما انه ارتكبت عده اخطاء على المستوى التقني وعلى المستوى الاداء الجمالي لهذا الرباعي.
دان رباعي فوفينا بيض بوضاء وخميس الخشنة. شوف يعني الوقت أخذوا أكثر أكبر وقت يعني في تأديت العدد 16 حركة أو ضربات مقاسية، نظن يعني كانت الوقت كان أكبر. كان وقت كبير. نعم. هذا يأثر تأثير واضح على الأداء وعلى الجمال، جمال تقنية. ربما إذا كان قارناه بالرباعي الأول اللي كان استعرض بطريقة جميلة جدا، بطريقة راقية جدا، هذا اسمه إضافة إلى الأخطاء اللي كان ارتكبها المخرج اللي يورينا هذا السقوط الخطير. السقوط الخطير بالنسبة للخصم أيضا من شأنه أنه ينقص أخطاء. نشوف هذا السقوط الخطير بالنسبة للخصم، أيضا خطأ كان ارتكبه الرياضي حليمي خير الدين على الخصم مهني مهدي. إذا مثل هذه الأخطاء تؤدي إلى بالتأكيد والحكام إذا نفس الرأي، بما أنه هي أشياء واضحة. إذا الفوز في هذا الاختصاص يعود إلى الرباعي كابلي موسى، كابلي إبراهيم وبوصلح سيد علي بن جبار حمزة من نجم الرياضي الشراربة. إذا كان أداء رائع بالنسبة لتقنيات الضربات المقاسية، فيه لياقة بدنية كبيرة، فيه تحضير جيد ومحكم لهذا الرباعي. إذا رباعي نجم الرياضي.